جامعتي. ورغم في حالة كان أجاوب على حضرتك على سؤالك، مظبوط أنا عيوني خضر بس أنا مش إنجليزية، وباخذ الجواب. أنا جنسيتي مش إنجليزية وباخذ الجواب الإنجليزية، وإذا ما باخذه خلال فترة محددة بعقد وبتم ألاحق الجواب. أنا كمان بقدم كثير أجوبة، بقدم كثير أسئلة، بقدم كثير معلومات، ما باخذها على الفواضي. فأنا متأكدة إنه الشخص اللي هون اللي صار عنده الدرجة الخصمية لازم يتابع عرس. الشرطة في بريطانيا بوصلها آلاف إذا مش ما بعرف قديش بالنهار. أنا بدي ألاحق الطلب تبعي لأوصل للنتيجة، إذا أنا ما بلاحق مثل ما كمان بأي مجتمع ثاني ما بلاحق ما بقدر آخذ معنا. الحكومة اقترحت قدمت مشروع قانون 2007، مجلس النواب أعطاه الأولوية. بكل صراحة الكرة الآن في مرمى منظمات المجتمع المدني وفي مرمانا نحن كمتطوعين. وجدنا مع مرور 5-6 سنوات شوف قرارات القانون، لدينا افكار لتعديل هذا القانون نقدمها. مش بكل ندوه بس نخلص من الندوه خلاص تنتهي علاقه بالندوه، رايح يخرج عن هذه الندوه توصيات بجوز الاقتراح اللي قدم فيها اخي الكريم انه يبحث عن هذه الندوه ورساله يا اخي علي مجموعه من الاشخاص نفوض شخص ما يقول يا اخي بس نتواجد مع القانون رئيس لجنه القانون او النائب فلان الفلاني، هي توصياتنا اللي وصلنا لها لتطبيقات هذا القانون. والنقطة الثانية اللي بدخل بها أيضا ما هي الإجابة. أنا بعتقد إنه عنوان بجزء من ناحية الاستراحة للأخ عريض، عنوان استمرار الدولة المدنية الحديثة وعنوان استقرارها عدة عوامل في عصر العالم القرية الكونية الصغيرة والسوشيال ميديا اللي بتعيش اليوم، أهم هذه العناوين حتى الوصول للمعرفة. يجب أن ينص القانون على أن يكونوا أعضاء، عفوا على أن يكون هؤلاء، على أن يكون النص واضح في القانون بأنه يشمل عضوية العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية. نحن حقيقة، وهذا أختم به، مشكلتنا ليست فقط مع الحكومات، لدينا مشكلة مع نقابة الصحفيين التي تطبق القوانين وفق ما تحب أن تفهم به القوانين وليس كما هو واقع القوانين. شكرا. إذا فعل القانون نحصل المعلومة، ولكن في شغلة مهمة جدا كمان هو بدنا صدق المعلومة. يعني أنا إذا بدي أخذ المعلومة بدي أكون بدي أخذ المعلومة الصادقة فيها، مش أنا اللي توهني في هذه المعلومة. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه عدم تغلغل التعليمات لبعض الجهات إنه ما هي ما حجب المعلومات، وبتيجي إنه كتب سرية. إذا كان أجل رئيس وزراء يعني على زمن دولة رئيس الرفاعي منع المعلومات عن كافة الإعلاميين وعن كافة أي باحث إنه على أي وزارة يأخذ معلومات. موضوع الفساد، واللي كلنا بنعاني من موضوع الفساد ونحن نعلم أن هؤلاء الأشخاص هم فاسدون، لكن كيف يعين مثلا أحد أو بعض هؤلاء الفاسدين في مراكز متقدمة في الدولة والحكومة بتعرف أنهم هؤلاء فاسدون وأن وضعهم في هذا المنصب يتيح لهم السرقة والرشوة؟ وأنا بعرف يعني ناس منهم.